أكد مكتب انتخابات محافظة صلاح الدين إكمال استعداداته لانتخابات مجلس النواب، وذكر معاون مدير عام مكتب الانتخابات حيدر إسماعيل البلداوي أن المراكز ما زالت مستمرة بتوزيع بطاقة الناخب، حيث وصلت نسبة التوزيع إلى 70% من مجموع البطاقات المستلمة، بالإضافة إلى توزيع بطاقات الناخب لمنتسبي وزارة الدفاع والداخلية. ولفت البلداوي إلى أن مكتب الانتخابات استقبل قوائم المرشحين، حيث تم استقبال 333 مرشحا موزعين على 19 قائمة، منها 11 ائتلاف وسبعة أحزاب ومرشح فردي واحد، من ضمنها 87 امرأة يتنافسون على 12 مقعد في المحافظة.